السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا مره اخرى في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير الغريبه ديال الطحين، المهم اللي معروف عليها البهله. غنحتاجوا واحد الكيلو ديال الطحين، جوج كيسان ديال العنبه سكر كلاصي، جوج كيسان العنبه ديال الزيت، وواحد الكاس ديال العنبه الزنجلان محمر نصو طحنته ونصو خليته صين، واحد كاس الخمارات، زبده ماماتي، وواحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. غادي نبداو نخلطو ان شاء الله على بركه الله. نبدا سكر كلاصي، عندنا جوج كيسان هنايا، نبداو نعسو مزيان. هنا عندنا هنا الزبده، رابعة الزبده مع السكر كلاصي. نسيت في التقديم نقول لكم واحد ما زدتش اللوز، انا غنوري لكم دابا. غنزيد الزيت حتى هي كيف ما قلنا جوج كيسان. عندنا جوج كيسان ديال العنبه، هنا في هذه المرحله غنزيد الخميره، الخميره الخبز باش تدخل لينا مزيان. الصراحه الخميره اختياريه، الا ما بغيتوش ديروها زيدوا خميره اخرى باش تجينا الزبده والعصير مزيان. غادي نضيف هنا الزنجلان، كما قلت لكم قبيله راه نسيت هذا اللوز ما قدمتوش. عندنا كاس العروب ديال اللوز مهمش خضر كيف ما هو جا، شي ملي كنديروا القوام عاد كنزيدوا الطحين، كتجي سهله في الدلك، ماشي بحال درنا الطحين وعاد زدنا القوام. ديك الطريقه القديمه زوينه ولكن صراحه صعيبه شويه داك الدلك. اللهم بحال هكا نخلط كلشي، نخليو الطحين الخميره ديال الحلوه هي اخر حاجه. من بعد ما نخلط هادشي مزيان غادي نبدا نزيد في الطحين. هنايا نقدر ما ندخلش كيلو كامل ديال الطحين، يقدر يدخل ليا غير قل الخميره، جوج اللوكين، الثانيه الثالثه صافي. دابا غادي نبدا نجمع وقلت لك وغنقول لكم بالضبط شحال بقى ليا من هذاك من هذا الكيلو، غالبا كتدخل 900 غرام من عرفتي في هذا الوقت. بغيت نشكر لي شاف لي تابوناو معايا، وشكرا للبنات كاملين تابوناو معايا في لاشين، واخا صراحه مازال ما تلونصاتش مزيان، باقي ان شاء الله يدخلوا ليكم ويبداو ليكم، الله يسهل الجميع. دابا الكيلو ديال الطحين ما دخلتوش كامل، قلت يمكن بركه ولا غادي نزيد واقيلا هاد الشوك حتى هو اللي بقى. بحال قولي قولو غير ما غيبقاش ليا بزاف من الكيلو، غيبقى ليا واحد نص كاس ديال العنبه ولا حتى هو نقدر مع هاد الكلكه نعاود ندخلها. صافي هادشي اللي كاين، وغادي نبدا ان شاء الله التكوار. انا غادي نبدا التكوار، غادي ندير قياس. صراحه البهله ما كتبغي تكون لا صغيره ولا كبيره بزاف، عاود ديك الصغيره ما كتجيش. صافي غادي نبدا الكور دابا هكا غادي نمشي معاها. بغيت نقول لكم واحد الحاجه البنات، هاد البهله السر فيها
وليل تقريبا 50% ديالها باش تجي زوينه هو الفران. الا كان الفران زوين وكان طيبه زوينه راه عارف كيفاش يطيبها لكم، راه كتجي رائعه، كتجي مشقه وكتجي طيبه من الداخل. بخلاف الا كان الفران زرب عليها ولاحها تقدر تشقق وتجي خضراء بيضه من الداخل، تقدر ما تشققش كاع، يزرب عليها بداك العافيه وما تجيش هي هذيك. داكشي باش كنفضل انا نبقى مع واحد اللي كيكون ديما كيطيبها مزيان، اولا طيبوها في الدار. الا عندكم الفران ديال الضو شعلوا عليها الفوق هو الاول حتى تشقق وعاد تنزل لتحت وتشعل عليها لتحت، ولا الفران ديال الغاز كتشعلوا عليها من الفوق حتى كتشقق وتعاود تطلع للفوق. هالبهله ديالتنا وجدات، ها هي اسم الفران مشقه. واحد المعلومه عاد عرفتها غير اليوم بعد مول الفران، قلت لي علاش لاطا كتجي نفس العجنه مره كتجي لاطا هكايا مشققه، ولاطا اخرى واخا نفس العجنه كتجي مشقه ولكن ماشي زعما ماشي بحال اختها. قال لي الا كانت لاطا الرقيقه كتشقق مزيان، حيت كنقول لي قلت لكم في الفيديو راه التشقاق هو الفران ماشي العجنه ماشي الخلطه ماشي المقادير. انا البهله كتجيني هي الفران 50% هو الطياب. ايوا بالصحه والراحه، بصحة كتمنوا تجربوها ان شاء الله. وهذه راه ما كطيحش بزاف، ما كتفوتش واحد 30 درهم في المقاد في القوام ديالها. وبصحتكم.